48 دقيقة. مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا. تتسويت كالعادة نمشيو للرونديفو كل نهار جمعة في الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة. كالعادة في الكلمة الطيبة يكون حاضر معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر بن عربية. صباح النور أستاذ، شنو أحوالكم؟ اهلا وسهلا فتحية، صباح الخيرات والبركات لك والسحر والمستمعين الكل. يعيشك، اهلا وسهلا ومرحبا بك. كالعادة أستاذ، ناخذ اليوم حديث نبوي جديد. حديثنا اليوم مربوط بواقع وإلا بممارسات يومية قاعدين نشهدوا فيها كل يوم، ولكن ساعات الإنسان ما يفيقش بروحه وإلا ما ينتبه لهاش. اليوم نحكي، والحديث النبوي متاعنا يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قبل ما نمشي ونزيد نتعمق أكثر في بعض المعاني، في بعض العبارات الموجودة في هذا الحديث النبوي، في الرسالة من خلال هذا الحديث، هيت نحكي شوية على الإطار العام للحديث أستاذ، نزيد نوضحه أكثر لمستمعينا. طبعا نحن لابد أن نعرف مقدمة صغيرة للحديث هذا، للغاية منها أن نعرف قيمة الحديث هذايا ومدى أهميته. وأنت حطيت الإطار العام تقريبا، هذيك الصحة فتحية، أنه إطار اجتماعي بامتياز، لأنه الحديث هذايا يتحدث عن خلق له علاقة بكيفية التعامل مع عيوب الناس وأخطائهم وهفواتهم. التعامل مع الأخطار هو فن، وفيه حكمة وفيه معرفة، وهو هام ياسر، لأنه كل بني آدم خطأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمدام الخطأ بشري وموجود فينا وموجود في الناس اللي دايرين بينا، وهو حاجة يومية بالنسبة لنا، الوقوع في الخطأ شأن يومي، يستحق أنه نتعلمه كيفاش نتعامله مع الأخطاء. احنا اليوم نلاحظه من الأخلاق الاجتماعية متاعنا اليوم، القسوة في التعامل مع أخطاء الغير، خاصة كيبدا غيرك هو اللي غلط. احنا عندنا قسوة كبيرة في معاملة غيرنا، معناها من أفراد المجتمع، إذا وقعوا في الخطأ. وبالمقابل عندنا نوع من التساهل والتسيب في محاسبة أنفسنا على أخطائنا. فبقدر ما احنا قاسين مع غيرنا كي يغلط، قدر ما احنا متسامحين أكثر من لازم مع أنفسنا، وعندنا نوع من المرونة المبالغ فيها في التعامل مع أخطاء النفس. فالحديث اليوم يتحدث على خلق هام في التعامل مع أخطاء الناس، هو خلق الستر. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. احنا تو الكلمة هذية الستر نستعمله فيها، ولكن ربما لازم نزيد نفهم ونتعمق في المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. شنو معناتها كلمة الستر، ولا كيفاش يتجسد الستر في سلوكنا اليومي وفي علاقتنا بالناس اللي دايرين بينا، ولا في علاقتنا ببعض المواضيع ولا المواقف التي تتطلب الستر؟ هو عبارة الستر بقدر ما هي سهلة من حيث المعنى الواضح متاعها، بقدر تطبيقيا ما تستحق شيء من التوضيح. ايش معناه يقول من ستر مسلما؟ بالطبيعة الستر ما يكون إلا مع خطأ، يعني من ستر مسلما واقعا في خطأ. كيفاش يكون ستر المسلم إذا وقع في الخطأ؟ بمعنى أنك ما تظهرش الجانب القبيح اللي فيه، ما تفشيش العيوب متاعه، أنك تتغاضى تتسامح، تعمل روحك نقولوا احنا عين رات وعين ما راتش. فهذا المقصود بالستر، أنه الإنسان ما يكونش دوره في المجتمع أنه يكشف عيوب الناس ويشهر بهم ويكشف الأخطاء متاع الناس ويفشيها في المجتمع. لكن فما ملاحظة صغيرة هنية، أنه ستر المخطئ لا يمنع نصحه والتنبيه على خطئه، معناه ما همش متعارضين. راهو إيش معناه كي نقولوا تستروا، معناها أنت ما تنبهوش ما تنصحوش؟ لا، ما فماش تعارض في الحقيقة. تجم تستروا بمعنى ما تفشيش العيوب متاعه للناس، لكن في الخفاء بينك وبينه، هذا هو الستر. حالة الخفاء تجم توصله المعلومة بطريقة حكيمة، وتجم تنصحه وتقدم له الإرشاد اللي هو حاجته به. فأحنا للأسف اليوم طريقتنا، حتى الإنسان اللي ساعات يدعين ويحب ينصح الناس وإلا يحب يوصل، معناها نقوله احنا ميساج باهي للعباد، للأسف يبني الرسالة متاعه على فضح غيره، وهي ماهيش طريقة في النصح. خطر بكري ايش قالوا علماءنا؟ قالوا: النصيحة أمام الملأ فضيحة،
يعني تنصح واحد قدام الناس ما عادش نصيحة، هذه فضيحة، والنتيجة متاعها أنه الشخص هذا المنصوح ما عادش يقبل منك لأنه شعور بالإهانة وشعور بالإحراج اللي أنت سببته له أمام الناس. ولك شقول الإمام الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فننتبه ياسر، رانا نستر على المخطئ، بمعنى ما نفشيوش الخطأ متاعه، لكن في نفس الوقت ننصحوه في حالة من الستر وفي حالة من الخفاء، وخاصة الأمر هذا يزيد تأكيدا إذا كان الغلطة متاعه ولات ماضي، إذا كان إنسان غلط وما فماش شجرة ما هبش عليها الريح وصلح ومشى الخطأ مع الماضي وهو ندم وسلوكه استقام وتغير للأحسن، علاش يجي واحد ينبش على ماضي الناس باش يظهروا باش يشوهنهم صورتهم في الحقيقة ويجعلهم في موقع إحراج في المجتمع. نجيو إلى من منطلق الحديث النبوي متاعنا هذا يا أستاذ، ومن خلاله هو ثم جزئين في هذا الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهنا يظهر لي في الجزء الثاني نحكيه على الجزاء وإلا على الهدية اللي جينا من الستر على الأشخاص. دونك خلينا نزيد ونفهم أكثر هذا الجزاء فاش يتمثل، ما معنى ستره الله في الدنيا والآخرة؟ فعلا فتحية، هو الحديث هذاك هو أنت قسمته منهجيا إلى فعل وجزاء، والجزاء من جنس العمل، فالعبارة الحديث فيه عمل اللي هو ستر المخطئ، وفيه ثواب على هذا العمل اللي هو ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني الثواب هذا نجم نقسموه هو بيدو إلى جزئين. الجزء الأول في الدنيا، إيش معنى ستره الله في الدنيا؟ معناه أنت كما كنت سبب في أنك ما تفضحش غيرك، راهو أنت زاد عندك عيوب ونجم يجيو ناس يفضحوك، فيولي ربي سبحانه وتعالى يتداركك بعنايته وما يجعلش أسباب باش أنت تتفضح أخطائك وعيوبك أمام الناس. والعكس بالعكس، قدر ما أنت تكون ساعي في أنك تفضح الناس راهو أنت تتفضح من حيث لا تدري. عليك كانوا بعض العلماء يقولوا: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، ناس معناها ما نعرف عليهم حتى عيب، فذكروا عيوب الناس، قاموا يتكلموا في العباد ويفضحوا فيهم، فذكر الناس لهم عيوبا، ردة فعل الغير أنه في النهاية سيفضحك كما فضحته. والجانب الثاني اللي حاشنا به في الثواب، قال: وأدركت أقواما لهم عيوب، كيفهم كيف غيرهم، عندهم أخطائهم عندهم مساوئهم، فكفوا عن عيوب الناس، شدوا كلسان هذاك وعرفوا شي يقولوا شي يخرجوا شي يحطوا على صفحات التواصل الاجتماعي، فنسيت عيوبهم. كما أنت تغاضيت على غيرك، غيرك يتغاض عليك. وهنا فما حديث نبوي هام جدا، هو حديث فيه نوع حتى من التخويف، يطالك الناس اللي يحبوا وظيفتهم في الدنيا هو أنه يفضحوا غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، شوفك الوصف اللي أعطاه لهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، ما تبداش تذكر في الناس وتقطع فيهم وتريش وتفضح فيهم وتذكر في أخطائهم وعيوبهم. يقول: فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، أو في الجزاء شنو، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته حتى قدام صغاره قدام مرته، ربي يجعله أسباب أنه كيما فضح غيره يتفضح حتى في جوف بيته. هذا في الدنيا، أستر غيرك يسترك ربي سبحانه وتعالى. في الآخرة أكثر وأكثر، خاطر في الدنيا في نهاية الأمر قداش من شخص مش تتفضح قدامه، مليون 12 مليون مليار، راهو في الآخرة ربي قال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، راهو الناس من آدم عليه السلام حتى الآخر بشر كلهم مجموعين، ويويل الإنسان ليوم القيامة ما استرش الناس، وربي ما يستروش يوم القيامة ويحاسبه ويبين له أخطاء أمام الناس، هذيك راهي الفضيحة اللي تخوف. فلهذا الإنسان مطالب في الدنيا أنه يستر عباد ربك يغلطوا، مع أنه ينصحهم في الخفاء باش يلقى روحه مستور في الدنيا وفي الآخرة. عنا شوية تشابه في العبارات بين الستر أستاذ والتستر، ولهنا ثم خيط رفيع جدا بين الزوز عبارات، لأنه اللي نفهموه من المعنى العام التستر ربما ينجم يكون حتى على فعل شنيع جدا وينجم يرتقي إلى حتى الجريمة، الستر ظهر لي يحكي على
فعل عادي معناها ينجم قابل إلى الإصلاح. كان فهمت لهنا خلينا نوضحه أكثر أستاذ الفرق ما بين كلمة والعبارة الستر أو على المخطئ أو التستر على المخطئ. هو كما قلت أنت فتحية معنى التستر عبارة عنده مفهوم سلبي والستر عنده مفهوم إيجابي. حتى التستر هو مصطلح قانوني، التستر على جريمة الإنسان معناها ما يعاونش العدالة ويكون في صف المجرم باش يفلت من العقاب. فالستر هو أمر نافع والتستر أمر فيه مضرة. علاش؟ لأن التستر موش قائم على فكرة إصلاح خطأ وإلا على فكرة أنه الإنسان يحب ينصح غير ولا لا لا، التستر قائم على فكرة أني نراعي مصلحتي اللي غلط وفي نفس الوقت ما نعطيش حق الناس اللي تضروا من جرته. وهنا فما نوع من المفارقة أنه الإنسان يولي تقاه يتستر على إنسان غلط قال شنو باش نحميه ونحمي له مصالحه وفي نفس الوقت هو قاعد يضر في المجموعة كلها اللي تضرت بسبب الشخص ذاك. فأنه اللي ينقدمه في المصلحة الشخصية الفردية على المصلحة العامة، والتستر فيه نوع من القبول بالظلم، في نوع من أنه الإنسان يعاون الظالم. لا مش هذا اللي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث على أخطاء الإنسان يوقع فيها بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. إذا كان الخطأ ارتقى إلى مرتبة الجريمة ولا فما طرف ثالث متضرر له معاش فما مجال للستر، بالعكس عاونه أنه يعترف بالخطأ متاعه وأنه يصلح الخطأ متاعه. فالرسالة اللي في الحديث هذا أنه كل واحد فينا يغلط وذاك هو البشر، ما تتبجحش بأخطائك. أنت أولا أصدع على نفسك الخطأ، ما تتبجحش بأخطائك وما تتجاهرش بها، وغيرك إذا ريت عليه خطأ حاول أنك تستره بمعنى أنك تصلحه في الخفاء وما تفضحوش بالخطأ متاعه أمام الناس. لا. رب إن شاء الله يسترنا ويستركم أجمعين. شكرا لك، يعطيك صحة أستاذ عمر بن عربية كالعادة. نعم. على كل التوضيحات وكل هذا التفسير اللين لحديثنا النبوي نتلولها في كل مرة في الكلمة الطيبة.